السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يوميات مبتعث. هذا البرنامج الذي يحكي ويروي تجارب الطلاب المبتعثين من مختلف دول العالم. خصصنا هذه الحلقات للطلاب المبتعثين في أمريكا ولمن أراد أن يذهب إلى هناك لننقل لكم خبراتهم وتجاربهم. شعور ما أقدر أوصفه، غريب صراحة. يعني أنت مثل ما قلت تبغى تخلص بسرعة بدون أي مشكلة بدون أي شيء، ولكن أنا والله يعني حصلت على مو مشكلة. أغلب الطلاب كلنا اللي كنا موجودين يعني جلسنا حوالي من 6 ساعات إلى 8 ساعات انتظار عشان يخلصون أوراق الدخول. وهل كان طبيعي هذا الجميع المسافرين؟ في يعني في ناس يعني 3-4 طبعا. يوم وصلنا الفندق قابلت ناس جلسوا فقط نص ساعة ساعة بس. سعوديين أيضا؟ نعم سعوديين. وكانوا في نفس الرحلة. يعني ما هي مخصص عشان السعوديين؟ لا مو مخصص. لا جلست حوالي 8 ساعات على بال ما خلصنا وسويت اللي هو الدخولية. والحمد لله 8 ساعات، في ناس سوى على 10 ساعات يعني. بس الثمان ساعات يعني مرت، بس إنه ما كان فيها يعني أي عقبات، يعني ما كان تفتيش صارم. لا في جدا ما في أي تفتيش، انتظار. وش السبب طيب تأخير؟ يعني مجرد إنه في عدد كبير؟ أنا في رحلات كثير يعني كانت. بس هذا السبب. نعم. بس لها تبعات التأخير، لها تبعات لك، لأن في رحلات داخلية بعد ما توصل للمطار. فهنا المشكلة كانت بالنسبة لأغلب السعوديين إنه يبغى يخلص من موضوع الجمارك الأمريكية. عنده طيارة بعدها. فعنده رحلة داخلية بعدها، وإذا فاتتك راح تكون مكلفة لك. صح. لأنك أنت تتحمل الطيران ما يتحملها طبعاً. والمطار ما يتحملها. ما يتحملها. هنا كانت بحسابك يعني. صح. طيب لا 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 سعد عمر، أنت لحظة وصولك أنت كانت عام 2006 طبعاً. أي 2006. قبل الشباب. أي قبل. نعم. كيف كانت أيضاً؟ كان في شعور في الرهبة وقتها. أمريكا. أمريكا شيء عظيم. مين يروح يعني، كان بالنسبة لي شيء حلم. أشبه بالحلم تحقق. فوصلت هناك ما كنت في الخطوط السعودية، فكان نسبة السعوديين قليلة، فيقلل فترة الانتظار. بس دخلونا غرفة التحقيق، يعني أتوقع أغلب السعوديين يروحون أمريكا. شيء روتيني، شيء تعودنا عليه خلاص. نوصل للمكتب يأخذون جوازاتنا يقول تفضلوا معنا، نقعد كم ساعة. جميل. كم ساعة؟ فرحت هناك يبي يطلب منك تعبي ابلكيشن، كان في اللغه الانجليزيه وكانت اللغه ضعيفه وقتها. فكنا شويين السعوديين في ذيك الرحله، ما كانت خطوط السعوديه. ايوه. فكنت لازم على كل فقره من فقرات الابلكيشن النموذج اني اروح اسال ايش معنات هذه، ايش معنات هذه. اني كنت وقتها خلاص ابغى احط كل شيء في معلومات دقيقه. فكنت بعض بين فترة والأخرى أروح أسأل المسؤول في المكتب. فأتوقع أني شوي كثرت الأسئلة، وفي نفس الوقت تسأل وش تقول يعني؟ يعني أحاول أسأل وش معنات هذه، بس الوقت يعني مين يسار أحاول أفهم ما أفهم المطلوب مني. يوم قربت أخلص عبد الابليكيشن ظهر صار عندهم في سوء فهم او مشكله في العمل بينهم، وانا دخلت بينهم على طول واحاول احاول افهمه، يعني احاول اقول له وش هذه. فهو التفت علي بحركه لا شعوريه، كنت لابس الكاب طاقيه وضربها. انا في لحظتها يعني جيت من أمريكا والمطار والخوف والرهبة، يحصل الموقف هذا يعني كان شعور سيء. طيب سبب الصفقة هذه يعني؟ ما الحين ما أعرف. لا أول ما صفقني أنا وقفت بدون أي ردة فعل، فجوا 2 مسؤولين، واحد أخذ شنطتي واحد أخذني أنا وأوراقي ودوني للبراع النافذة وخلص أموري بسرعة وقالوا لي خلاص ادخل. ممكن مشايل الهم أنك تشتكي. إيه فأربا ضرت النافعة. يلا الحمد لله. أجل واحد عادي. الحمد لله.